الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محاضرة السابعة من 110 إلى 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. حتى إذا استيأس الرسل يعني انقطع رجاؤهم. حتى إذا استيأس الرسل من أي شيء استيأسوا، من ربهم أم من قومهم؟ لا يستيأس الرسل من رب العالمين، حاشا لله ومعاذ للرسل أن يفعلوا هذا. حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا. هنا وظنوا ظن القوم وليس الرسل، وظن القوم أنهم قد كذبوا، يعني الرسل رأوا أن القوم لا يؤمنون، القوم رأوا أن الرسل عندما ما آمنوا ولم يأتي عذاب، إذن قد كذب عليهم الرسل عندما قالوا لهم إذا كذبتم سوف تعذبوا. طيب في هذه اللحظة التي استيأس فيها الرسل من قومهم والقوم ظنوا أنهم قد نجوا من العذاب مع كفرهم، في هذه اللحظة يكون العذاب على الأبواب. جاءهم نصرنا، جاء النصر للرسل، هذا الذي كذب به القوم، النصر سوف يأتي والدمار، النصر الرسل هو نفسه دمار الأقوام. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ينجي الله سبحانه وتعالى الرسل ومن آمن معهم، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذا العذاب لا مرد له، العذاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على المجرمين الذين كذبوا وكفروا ليس له أي قوة، لا توجد أي قوة قادرة على رده. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، الآن صاروا قصة، صاروا قصة من القصص. هذه الأقوام التي كذبت برسولها عاشت فترة من الزمن تمكر وتكيد، ثم صارت مجرد قصة لها بداية ولها نهاية. وهذه قصص كثيرة الله يقصها على رسوله ويقول فيها عبرة. لست أنت واحد من هؤلاء أيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقومك من هذه الأقوام، وسنة الله تشمل الجميع. لقد كان في قصصهم، في قصص الأنبياء مع أقوامهم، عبرة لأولي الألباب، يعني عظة لمن يعقل ويتفكر. ما كان حديثا يفترى، هذا القرآن ليس حديث مكذوبة، ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا متفق مع ما سبقه، ما بين يديه يعني ما سبقه من الكتب السماوية، وتفصيل كل شيء. طبعا ليس المقصود أن القرآن فيه كل شيء، يعني كما يعني يحب بعض الناس أن يقول فيه أسماء الطاولة والكرسي والسيارة والصاروخ، هذا كلام غير صحيح. فيه كل شيء مما يحتاجه الناس في الهداية، يعني الهداية في القرآن كاملة وغير منقوصة، كل ما تحتاجه لهدايتك ستجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكره في القرآن. فيه تفصيل كل شيء مما يحتاجه الناس لهدايتهم، لأنه هو حجة على العالمين وهي غير منقوصة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طبعا هذا الرسول وهذا الدين وهذا القرآن هدى ورحمة لقوم، هو كان رحمة وهدى للجميع، لكن لما كفر البعض وأصروا بقيت الرحمة تحف المؤمنين وكذلك الهداية. وبهذا الشكل نكون قد انتهينا من تفسير سورة يوسف، وقد كان فيها من العبر والعظات الشيء الكثير، يمكن أن نسرد بعضه طبعا ولا نستطيع أن نذكر كل ما فيها. من العبر والعظات هو أن سورة يوسف أحسن القصص كما سماها سبحانه وتعالى، نحن نقص عليك أحسن القصص، وكما ترى فيها من المحن، فيها التنقل من الذل إلى العز، وفيها من الرق إلى الملك. كان يوسف رقيق ثم صار يعني مسؤولا كبيرا، تباغض، تآخي، حزن، سرور وما شابه ذلك. إذن فيها أشياء كثيرة، فيها تأصيل لعلم الرؤيا، أن الرؤيا لها تعبير إن كان هناك من علمه الله تأويل هذه الرؤيا. صحة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه القصة دليل على صحة الرسالة المحمدية. لماذا؟ لأنها
أخبار غيبية لا يعرفها البشر. أيضا من العبر أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما يخشى الإنسان أن يحسده الآخرون عليه، كما قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. الأحسن أن لا تقصص هذه الرؤيا على إخوتك. جواز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة. طبعا يوسف يعقوب عليه السلام ذكر أولاده بما يكرهون، قال: فيكيد لك كيدا، وهذا شيء لا مانع منه هنا على وجه النصيحة وليس على وجه الغيبة، فهو يحذر يوسف من خطر محدق به. في هذه السورة تقص علينا عبرة لمن يتزوج من أكثر من واحدة وينجب من أكثر من واحدة، فتلفت السورة النظر إلى أن الإخوة قد يحصل بينهم تحاسد وتباغض، وينبغي على الأهل أن يكونوا حذرين جدا أقصى ما يستطيعون، ويعالج ذلك بالعدل وبالأخلاق والتحلي بالصبر. في هذه السورة عبرة من شؤم الذنوب، يعني كرههم ليوسف وظلمهم له، كم ورطهم، ورطهم في جرائم كثيرة، ورطهم في إلقائه في البئر والكذب عليه والكيد وخبث الطوية، يعني صارت الناس تراهم ناس سيئين بسبب ذنب أنهم حسدوا يوسف. العبرة بالخواتيم، نعم هم أجرموا وأساءوا كثيرا، لكن أحسن الله إليهم عندما ختم لهم بالتوبة، فقد استابوا وقد استغفر يوسف لهم واستغفر لهم أبوهم يعقوب. إذن هذا إحسان لهم، ولا شك أنهم يستحقون هذا الإحسان، لكن القرآن سلط الضوء على الجانب السلبي لإخوة يوسف، ولا شك أن لهم جوانب إيجابية كثيرة تستحق أن يكرمهم الله هذا الكرم. فيها عبرة أنه من كان مع الله عصمه الله سبحانه وتعالى من الماكرين ومن الأشرار. الذي يكون مع الله، الله يعصمه. الناس لا شك فيها الحساد وفيها الأعداء، كن مع الله ولا تبالي. على العبد الصالح الهروب من الفتنة إن لم يستطع مقاومتها. عندما بدأ يعجز يوسف أو شعر بضعفه وعدم يعني قدرته على دفع أذى زوجة العزيز، لجأ إلى ربه وقال له: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اللجوء إلى الله بحال الوضع الاضطراري، طبعا اللجوء إلى الله في كل وقت، لكن في أمس الحاجة يلجأ إليه الإنسان عندما يكون في وضع اضطراري، وهذا أيضا ما دعا يوسف ربه حيث قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا فرار من هذه المعصية شديد، بحيث أنه قال: السجن أحب إليه. المفتي ينبغي عليه أن يتنبه أن السائل قد لا يسأل عما يهمه أحيانا، فيفتي له المفتي ويجيبه عن سؤاله، ولكن يعطيه أيضا مما يشعر أن السائل بحاجة إليه لكن لم يتفطن إلى السؤال عنه. أيضا في هذه السورة أنه لا مانع أن يمتدح الإنسان نفسه، ليس بقصد أن يعظم نفسه، إنما بقصد أن يظهر كفاءته إذا كان لابد من إظهار ذلك. عندما قال يوسف: إني حفيظ عليم، فهو ما قصد إلا أن يظهر كفاءته حتى يثق به الملك. لا مانع من سوء الظن مع وجود القرائن، لا مانع من سوء الظن مع وجود القرائن. فيعقوب كما هو واضح يعني أساء الظن بإخوة يوسف، لأن القرائن كانت كثيرة، حياة كلها قرائن على يعني سوء تعامل إخوة يوسف مع يوسف. طبعا لكن الحكم في أي مسألة لا يكتفى به إلا لابد من الدليل. نأخذ عبرة مهمة، أن الفرج يأتي بعد الكرب الشديد. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فالإنسان إذا صبر وعلى الكرب فلا بد أن الله سبحانه وتعالى
سوف يجعل بعد كل عسر يسرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.